في عملية قاسية، الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 من جنوده حرقاً داخل مدرعاتهم بعدما استهدفهم عناصر القسام. فما تفاصيل عملية يوم عرفة؟ في صباحة 15 من يونيو عام 2024، أعلنت كتائب القسام تنفيذها كميناً مركباً ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان جنوبي قطاع غزة. بقذيفة الياسين 105 استهدف عناصر القسام جرافة عسكرية من نوع D9 ما أدى إلى تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. وبمجرد وصول فرقة الإسناد لإخلاء القتلى والمصابين وتمشيط مكان الحادث، تم استهداف ناقلة جند من نوع نمر تقل مجموعة من الجنود الإسرائيليين ما أدى إلى تدميرها وقتل جميع أفرادها. وبعد ساعات عدة على هذه العملية، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 جنود إسرائيليين في تفجير ناقلة جند خلال المعارك بمدينة رفح بقطاع غزة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية. ولكن رواية هنا مختلفة قليلاً، إذ قالت الصحافة الإسرائيلية إنه في حدود الساعة 5 فجراً تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط جميعهم من سلاح الهندسة، مما أدى إلى انفجار المدرعة واشتعالها بشكل كامل بجميع المقاتلين النائمين بداخلها، وهو ما تسبب في مقتل الجنود 8 حرقاً على الفور داخل المركبة. وبعد هذا الحادث الذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بالخطير، أبلغ الجيش الإسرائيلي أهالي الجنود 8 بعدما نقلت جثثهم بمروحيات عسكرية إلى مستشفيات عدة، بحسب ما نشره موقع حتشوت بزمان الإسرائيلي. الرواية جاءت بعد تقديرات حالية تؤكد أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي بعد أسبوعين، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية التي أكدت أن إسرائيل بحاجة ضرورية لصفقة مع حماس حتى يوقف حزب الله هجومه شمالاً. فهل نرى صفقة قريبة توقف توسع هذه الحرب، أم أننا سنشهد قتالاً ضارياً على الجبهة الشمالية في الأيام المقبلة؟